فيما يخص تعاون ثنائي، اتفقنا على ترقية على المستوى الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، وفي هذا السياق سيتم في أقرب وقت البدء في التحضير إلى عقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية تشاور سياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية، طبعا لا سيما من خلال لقاء رجال الأعمال من البلدين وتعزيز أطر التعاون بإثراء الإطار القانوني والتنسيق والتشاور. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.